ديت الباتيلا. الباتيلا دي بيقولوا عليها اللارجست سيسموييد بون ان ذا بودي. يعني ايه؟ يعني العظمه، اكبر عظمه موجوده جوه تندون. يعني جوه الباتيلا دي اتخلقت جوه التندون. فانا عندي بينزل من هنا مجموعه الماسلز بتوع الساي اللي هو الكوادريسبس فيموريس، هنا بيجوا هنا اهو يحوطوا حوالين يعني الماسلز بتوع السايد تندون بتاعها، ياخد الباتيلا في السي، بحيث ان يبقى الباتيلا من قدام كفرد بجزء من التندون ومن الخلف كفرد بجزء من التندون. بعد كده التندون يتلم تاني بعد الباتيلا من هنا، ويعمل ليجامنت اسمها ليجامنتم باتيلي بتمسك في التيبروزيتي اوف ذا تيبيا. فعشان كده بيقول لك ان دي ذا لارجست سيساموييد بون ان ذا بودي، دي اكبر لا اكبر عظمه موجوده جوه الايه التندم. في الامتحان الهم كله بيبقى عشان تعرفها رايت ولا ليفت. فالعظمه مثلثه اهي، البيز طبعا احنا عشان نعرف رايت ولا ليفت لازم نعرف 6 حاجات: الابر بارت بتاع العظمه من اللور بارت، الانتيريور سيرفيس من البوستيريور سيرفيس، الميديال سايد من اللاترال سايد، وبعدين احطها على نفسي عشان اقول له رايت ولا ليفت. فانا دلوقتي هعرفك ال6 حاجات: اميز الابر بارت بتاع البون من اللور بارت، العظمه مثلث، البيز بتاع المثلث دايركتد ابورز، الايبكس دايركتد داونورز. يبقى انا عندي ده الابر اند وده اللور اند. طيب ازاي اعرف الانتيرور من البوستيرور؟ قال لك الانتيرور رف، مطرح التندون ما هي ماشيه كده، بتاع الليجامنت بتاع الكوادريسبس تندون بيبقى هنا ايه رف. البوستيرور جزء الابر بارت ارتيكولار بارت، واللور بارت نان ارتيكولار بارت. الجزء ده الارتيكولار بارت هنا سموث، والنار ارتيكولار بارت هنا ايه رف. لكن وجود الارتيكولار بارت بيدينا الانطباع ان ده البوستيرو سيرفس، يبقى ده الانتيرو سيرفس وهنا البوستيرو سيرفس. ازاي اعرف الميديال من الايه اللاترال؟ ابص الاقي هنا في الارتيكول في البوستيرو سيرفس ده اللاند مارك بتاع، في ارتيكولار فاسيت كبير اهو، وفي ارتيكولار فاسيت هنا ايه صغير. الارتيكولار فاسيت الكبير ده لاترال ارتيكولار فاسيت، وارتيكولار فاسيت الصغير يبقى ده ميديال ارتيكولار فاسيت. يبقى الجزء ده اللاترال بارت وده الميديال بارت. يبقى انا عرفت دي الابر اند ودي اللور اند، صح؟ نيجي بعد كده ده الانتيرور اللي هو الرف، وده ايه البوستيرور اللي هو فيها الارتيكولار ايه فاسيت. بعد كده ازاي اعرف الميديال لاترال؟ ده اللاترال بارت وده الجزء ده اللي انا بسميه الميديال ايه بارت. يبقى انا كده عرفت الباتيلا رايت ولا ايه ولا ليفت. نيجي نتكلم على البارتيكولار فيتشر. ادي الباتيلا اهي، لو نمسك الابر بارت بتاعها او الابر بوردر بتاعها المفروض هنا بيمسك فيه الكوادريسبس تندون، صح؟ نيجي بعد كده ليها الايبكس بتطلع منه الليجامنتم ايه باتيلي اللي بتمسك في التيوبروزيتي بتاع الايه التيبي. هنا في لاترال بوردر وفي هنا ايه ميديال بوردر. اللاترال بوردر بيبقى فيه اكستنشن بتاع التندون بتاع الفاستس لاتراليس، وهنا الميديال بوردر هنا اكستنشن بتاع التندون بتاع الفاسس ميديالس. يبقى هنا اكستنشن بتاع التندون بتاع الفاسس لاترالز، وهنا اكستنشن اوف ذا تندون اوف ذا ايه فاسس ايه ميديالس. وبعدين هنا الليجامنتم ايه باتيلي. الانتيرو سيرفيس طبعا زي ما احنا عارفين هنا ايه رف، وده معظمه او كله بيبقى ايه سبكوتينس. لما نيجي للبوستيرو سيرفيس هنا دي ارتكوليت ذا لاترال بارت وده الميديال بارت. ده طبعا كل ده الارتيكولار فاسيت وده او اللور نون ارتيكولار بارت. الابر ارتيكولار بارت في ارتيكولار فاسيت فور ذا لاترال كوندايل اوف ذا فيمر، طبعا ده ارتيكوليت مع لاترال كوندايل اوف ذا فيمر، وده ارتيكوليت مع الميديال كوندايل اوف ذا فيمر. يبقى ده ارتيكوليت مع لاترال كوندايل اوف ذا فيمر وده اللارج، وده ارتكوليت مع الميديال كوندايل اوف ذا فيمر وده اللي هو السمول. ومن تحت هنا بينزل ليجامنتم باتيلي من هنا كده، ايوه المفروض من الايبكس، ودي اللي بتمسك في التيبيال ايه تيوبر ابر بارت اوف ذا تيبيال ايه تيوبروستي. يبقى ده
الباتيلا. وطبعا في الامتحان دايما الاتجاه اللي هو بيعرف تعرف رايت ولا ليفت، وهنا اللاترال بوردر بيبقى فيها الفايبرز بتاع الفاسس لاتراليز، الميديال بوردر فيها الفايبرز بتاعت الفاسس ميدياليز، من تحت في هنا ليجامنتم باتيلي، من فوق هنا في الكوادريسبس ايه تندون. ده بالنسبة للباتيلا.